مرحبا بك الرفيق مبارك بخيت في أديس في ختام ورشة التحضيرات لعملية السلام. أولا عرفنا بنفسك يعني الجمهور وورينا أهم ما يعني ما تم في الورشة دي ومخرجاتها وتوصياتها. شكرا جزيلا رفيق محمد للفرصة، وأنا مبارك بخيت إبراهيم أمين شؤون الرئاسة بالتجمع قوة تحرير السودان وقيادي بالجبهة السورية السودانية. فالورشة جاءت في وقت يعني مهم جدا ووقت هام، لأنه هنا الشعب السوداني كلها متجه نحو السلام، والمزاج العام السوداني أيضا متجه نحو السلام. لذلك الورشة جاءت في وقت مناسب جدا، وهنا ناقشنا حاجات مهمة جدا في الورشة بناء على ما تم في إعلان جوبا في الفترة السابقة بين الجبهة السورية والمجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية في السودان. فناقشنا ماذا يتم في بداية الجولة. فهنا في إعلان جوبا اتفقنا عن المسارات المختلفة، وبعد ذلك في قضايا بخص المسارات وفي قضايا بخص قضايا قومية اسمها، فيتم تناقش في المواد ده. فبالتالي هنا في الورشة اتدرجنا ترتيب نفسنا هنا كجبهة السورية واستعداداتنا للدخول في عملية تفاوضية بشكل بيختلف من شكل بتاعت مرحلة الفات أو مرحلة النظام السابق، لأن الودي يتخير يعود قضايا نفس القضايا، لكن شكل الأقلية بتاعت الحكومة الانتقالية ممكن بيختلف من شكل الأقلية بتاعت المؤتمر الوطني أو النظام البائد. وبالتالي هنا داخلين عملية تفاوضية بشكل بيختلف. طيب يا رفيق مبارك، طبعا انت يعني مثلت واحدة من الشرائح المهمة في الثورة وليهم دور كبير اللي هم الشباب، فورينا كيف الحاجة دي مستصحبنا في الثورة، وانت غير انك شاب برضو من الكفاءات ومن كفاءة الهامش الكثيرة وكده، فبرضو يعني ادينا تنوير عن النقطة دي. الشباب طبعا ساهمت مساهمة يعني كبيرة جدا بشقه شباب شبابا وشابات كلهم وكان داكات ايضا ما هنسوا ساهموا مساهمة كبيرة في التغيير اللي حصل في البلد. نعم. فبالتالي دورهم طبعا في المرحلة الجاية مهم جدا. صحيح في الحكومة الانتقالية ربما في كفاءات بتاع الشباب، لكن انا بفتكر انه ما كافية، لانه هنا دايرين نخير شكل الأقلية بتاعت السودان أو أقلية المركز القديم، دايرين نغيرها لأقلية بتاعت السودان يسعى الجميع. فبالتالي هنا لازم نستصحب قضايا بتاعت الشباب وخاصة شباب الهامس في المرحلة الجاية، وبالتالي هم الدين الشريحة المهمة. وبعدين أصحاب المصلحة هنا خدتنا في المسارات بتاعنا في حاجة اسمها أصحاب المصلحة، فدين هنا لازم نستصحب القضايا بتاعهم والرؤية بتاعهم للمرحلة الجاية، لأنه هنا دايرين نقود السودان أو يتم تحويل لشكل جديد، يعني ما السودان القديم، هنا دايرين نمشي للسودان الجديد بعقلية جديدة. فبالتالي العقلية الجديدة الشباب هم أكثر ناس بيساهموا في الاتجاه. ممتاز ممتاز، شكرا لك يا رفيق وسعيدين باللقاء. شكرا جزيلا.